فعلا. عايز اروح مع حضرتك على اللحظة الراهنة وأزمة أحمد حجازي. حضرتك عارف طبعا اللي حصل في ماتش الرأس الأخضر، وأحمد حجازي لاعب يعني ذو خلق طبعا وكفء ومشهود له يعني الأدب، ومفيش أي مشكلة حصلت مع أحمد حجازي الفترة الأخيرة. المشكلة دي حصلت مع المنتخب والكابتن حسام حسن في ماتش الرأس الأخضر. حضرتك شايف إزاي المشكلة وإزاي كمان نحلها؟ شوف، أنا مسكت منتخب مصر سنة 74، وكنت آخد مجموعة من الكبار يعني زي كابتن منتخب فاروق مصر لكرة اليد. كرة اليد 74 في أول بطولة أفريقية رسمية للاتحاد الأفريقي. ماتش كان في تونس، الدورة كان في تونس. فأنا اختياري كان أساسا شباب يعني عشان أسرع، لأنه كان المنافس وكان بيكسب تونس ساعتها، لأن كانوا بيلعبوا كرة يد متطورة عننا، لأن الدفاع هو أساس الألعاب الجماعية، الدفاع الضاغط والحركي. احنا كنا بنلعب دفاع ثابت بيسموه دفاع المنطقة، فالنقلة دي بتاع الحركة محتاجة شباب يعني. وكان بقى عمليات التغيير ما كانتش بتتم بشكل كتير زي الحالي دلوقتي، في مدافعين وفي مهاجمين ويغيروا مع الهجمة. الحاجات دي كانت جديدة في مصر يعني، كنت لسه راجع أنا أيام من البعثة. من ألمانيا. أيوه. فلما بتختار كبير لازم يلعب، ما ينفعش تختار كابتن كبير وما يلعبش. فأنت الكبير كابتن منتخب مصر، يا تجيب يا ما تجيبوش يا يلعب، يبقى أنت محتاجه. هيقوم بدور معين ولازم يعرف. هو ده الاسلوب التدريب للمنتخبات يعني، ما ينفعش تجيب لعيب كبير وما يلعبش. ازاي يعني قصد حضرتك لو اللاعب احمد حجازي الكابتن حسام حسن عايزه ومقتنع بيه يلعب، يلعبوا؟ وبالتالي هيبقى الحل للموقف اللي احنا فيه ما كانش لو يحصل ما كانش يحصل اصلا. اصلا، او هيلاعب او هيتفاهم معاه يعني. لازم اقول له انا كان معايا كابتن السيد عبد العال، كابتن طه الشافعي. طه الشافعي عدي في السجن في السن، نفس السن يعني، كان ساعتها حتى مقدم في الجيش يعني. والسيد عبد العال، واظن كان كابتن طلعت شطة الله يرحمه، الله يرحمه. والاجوان كان ثلاثة كبار يعني، كان عبد العزيز توفيق وموسى عبد النور وعز مطران رحمة الله على الثلاثة. الله يرحمه. فالكبار لهم احترام، ما ينفعش ما تحترمهمش، لان هو هيخدمك جوه الملعب يعني. كابتن المنتخب ده بيبقى مساعدك جوه الملعب، ما ينفعش تنساه، ما ينفعش. او تقول له مش هيلعب، او ما تنزلش اسمه، هتريح الماتش ده. ما انت بتبقى قاري الماتش اللي جاي، لازم تقراه، لازم تعمل عليه سكاوتنج. ما فيش حد ما يعملش سكاوتنج ده، طب لازم تبقى عامل سكاوتنج على اللعيبه وعلى سرعتهم وعلى التكتيك المنفذ والكلام ده كله. فما ينفعش، ده حاجه مش كويسه.